لان انت عارف الراجل جاي من بيئه مختلفه وثقافه مختلفه، مش عارف تفكير اللعيب المصري زي جنوب افريقيا. انت عارف الريتم بتاع جنوب افريقيا يعني اهدى مننا بكتير جدا، يعني انت عارف يعني انت حضرتك رحت هادي خالص جدا يعني. فاحنا رتمنا مش كده يعني، حتى رتم النادي الاهلي في المباريات وفي البطولات مش كده يعني. كم واحد كلمك امبارح قال لك ال11؟ كتير، كل الناس بتقول لك مبروك يا كابتن سامي ال11 ده قبل مبروك والله، قبل مبروك والله، قبل مبروك يعني. يمكن هو ده اللي الراجل، واحنا في قطر موقف برضو من المواقف اللي حصلت، احنا خلصنا ثالث العالم، خدنا السوبر الحمد لا في السوبر قطر السوبر، السوبر. اوكي نادي بركان، فاحنا بنمشي حول الملعب كده، فالناس عماله كلها بتكلم افريقيا. قال لي يعني يقصدوا ايه؟ قلت له يقصدوا بطوله افريقيا. قال لي بس احنا لسه ما فتحناش. قلت له هو ده قدر النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي دايما، عشان كده النادي الاهلي في مكانه تانية يعني.